لمناقشة مصير الهدنة في اليمن والتحذيرات من عودة المعارك العسكرية من جديد، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أستاذ ياسين، مرحبا بكم. لماذا تأخر تجديد الهدنة في اليمن كل هذا الوقت، وبالتالي فشلت كل الجهود الدولية والأممية لإنعاش هذه الهدنة؟ ما السبب في ذلك؟ تحية لك وللمشاهدين. طبعا السبب الرئيسي هو التعقيدات التي وضعت أمام الجهود الدولية لإعادة تمديد هذه الهدنة، وهذه التعقيدات منشأها إصرار الحوثيين على تعظيم فوائدهم من هذه الهدنة، والتي دائما ما تعزز مكانتهم كسلطة بديلة وتخصم بالتأكيد من نفوذ الشرعية واستحقاقاتها وولايتها الدستورية. طالبوا بالكثير الذي لا يمكن أن تستطيع الشرعية أن تفي به. على سبيل المثال، يطالبون بمرتبات للجهاز الإداري الخاضع لهم، ويطالبون بمرتبات لمقاتليهم. نعم. وهذا يعني أنهم تقريبا يطالبون بكافة النفقات التشغيلية للانقلاب، وهذه مفارقة في الحقيقة ما كان ينبغي أن نسمع بها، وما كان يجب أن تحدث لولا أن هناك في الحقيقة من يعني يحب أن يلبي طلبات الحوثيين ويرعى مصالحهم بالطريقة التي نراها اليوم. أستاذ ياسين، هل هناك أوراق تراهن عليها ميليشيا الحوثي وأيضا المماطلة بعدم تجديد الهدنة رغم كل النقاط التي اكتسبتها بالتوقيع عليها سابقا؟ هل تراهن على شيء ما الحوثيون؟ الحوثيون مارسوا ضغطا خلال الفترة الماضية من خلال ارسال صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه العمق السعودي والإماراتي، واعتقدوا أن سلاح الردع هذا يمكن أن يجبر التحالف الذي يدعم الشرعية في أن يضغط على الشرعية لتقديم تنازلات وإنهاء الحرب لصالح الحوثيين. لكن أنا في تقديري أن الأمر مرتبط بسلسلة من العوامل والمعطيات المتصلة بالوضع في العالم وإقليم وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة إيران في تحسين موقفها التضاربي في الملف النووي إلى آخره من هذه الأول. لهذا نرى اليوم الهدنة، على الرغم من أنها لم تجدد، إلا أنها تكاد تكون سارية المفعول فيما يتعلق بالحرب العابرة للحدود، وهذا يدل على أن هناك أطراف إقليمية ليست لديها جهوزية كاملة لتحريك الآلة العسكرية وتحريك القتال في الساحة اليمنية. ومن ضمن هذه الأطراف الإقليمية إيران المنشغلة بطبيعة الحال بثورة شعبية عارمة هذه الأيام، ما يجعلها على الأقل غير جاهزة لممارسة الابتزاز المعهود الذي كنا نراه من خلال تحريض الحوثيين على القيام بهجمات أو تنفيذ هجمات نيابة عنهم باتجاه السعودية والإمارات. أستاذ ياسين، لماذا يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج رغم أهمية الهدنة له في اليمن؟ يعني الأمم المتحدة دائما تجدد الحديث عن جرائم حرب ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن، ولكن موقفها هو موقف المتفرج. ما الداعي من وراء ذلك؟ نعم، هناك أشياء كثيرة مثلا تجعلنا نعتقد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة غير معنيين بما يدور في اليمن. على سبيل المثال، الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز، هذه الطرقات مغلقة بسبب الحصار الذي يمارسه الحوثيون من جهتين، ولدوافع إنسانية كان يفترض هذه الطرق أن تكون مفتوحة، لكن إلى الآن هذه الطرق مغلقة. الحوثيون أيضا على الرغم في ظل سريان الهدنة وهذه الأيام يواصلون الحرب الداخلية، هناك هجمات وهناك حصار وهناك قنص وهناك قتال لم يتوقف عمليا، ولم يشعر الإنسان اليمني بالأمر كما يدعي بايدن. كل ما في الأمر أن الهجمات العابرة للحدود هي التي توقفت، ليست هناك طائرات تحلق في سماء اليمن وتقصف، وليس هناك طائرات حوثية إيرانية وصواريخ إيرانية تتجه وتقصف منشآت مثلا أو أهداف معينة في العمق السعودي أو الإماراتي. لكن العملية العسكرية مستمرة، ومع ذلك كل هذه التجاوزات أعتقد أنها لا يعني تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي أو حتى الإدانة. هناك محاباة في الحقيقة، وهناك حالة من عدم الاكتراث. هذا الأمر يرتبط في الحقيقة بعدم وجود ضغط كافي أولا من جهة القيادة اليمنية وداعميها للأسف الشديد. أستاذ ياسين، تحرك كافي. نعم، ماذا عن الشارع اليمني وحالة الغضب التي يمر بها هنا في هذا المفصل؟ هل يمكن التعويل على تحرك ما يقلب الطاولة على كل أطراف الأزمة الحاصلة؟
طبيعة الحال هناك حالة يأس، هناك حالة يعني اليوم اليمنيين يعيشون حالة لا سلم ولا حرب، وفي كلا الحالتين هناك ضغط على المستوى الإنساني على المستوى الاقتصادي، وهناك حالة يأس من إمكانية الخروج من هذا النفق المظلم. لهذا يعتقدون أن الأطراف التي تتحارب اليوم ليست في عجلة من أمرها، على الرغم من ثقل هذه الحرب على حياة اليمنيين. اليمنيون يرون أن الحرب أيضا تتجه اتجاهات خطيرة، قد تكون على حساب الدولة اليمنية، استقلالها، وحدتها إلى آخره. لهذا بالفعل هناك حالة غضب شديدة، وهناك تحركات في قلب الطاولة وبخط طريق شديد من أجل إخراج اليمن من الأزق. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، شكرا جزيلا لكم.